خويا اول حاجه يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك الباك ما فيه لا نقله لا والو. بنادم قدامي الوراء كيتجبدوا، كلشي اللي عنده شي حاجه راه كيديرها. لا دابا اللي حافظ واللي عنده النقله راه باقي لداخل، اللي ما دار والو او راه خارج برا شحال من واحد، هادشي كامل راه ما دايرين والو. وشويه وي شويه مزاركي، انا ما نقلتش واخا جيت في الطاوله الاخرى ما نقلتش. المهم ولكن بنادم قالوا تعاونوا معنا وهكا وما زيروناش، ويا ربي نجحنا كاملين. لا لا ما شفت شي واحد مقرقب، انا شفت المهم كاينين ما تعرف دوك الدراري مصرملين هكا، ولكن كيخافوا منهم الاخرين كيخليهم ينقلوا، ما شفتش شي واحد مقرقب، شفت راسي. دابا انا بخير فهمتي، كتشوفني مبرد علاش؟ كنت نقلب فهمتي، كنت نقلب قيس ولكن عتقتو، كنت انا الشيفور قدام حدا البيرو، كلا نقلا لا والو. مره كندور وجهي واحد الساده عصبه وقف حدايا، مع كندور وجهي كتقول لي دور قدام. المهم بخير الحمد لله، عتقت التلاميذ اللي كنت سايق بهم، عتقتهم ودرنا مزيان ان شاء الله نتمنوا النجاح. دخلت فهمتيني حافظ العيبات دوز سخرج بحال هكا صافي، اش نبقى جالس مع بنادم بوزبال داخل درين صافي. مزير داكشي واخا هكا فهمتيني، ماشي بحال. المهم الحمد لله وصافي. كاين اللي واعد بنادم ما جدير، كاين اللي بكيش، كاين اللي بغيب، كاين اللي ما داير والو. ياك خويا بغينا بنادم يتعامل معانا فهمتي، حنا معودين العام وهادي وهادي، بغينا بنادم يتعامل معانا فهمت كيفاش، عطونا نقطه زوينه حتى هما يتعامل مع الناس. الشباب كاين اللي معودين 95 96 اصاحبي باقي في الباك، عارف المغرب هو هذا، سمعنا مخدمه زوينه فهمتي وصافي، تعاملوا معنا بشي اللي بغينا اخويا بشي ما كاين. وما كاين اللي كيتلا والو اخويا، دوزوا داروا لنا ديك لاباراي حتى واحد ما صونات لي، وكاين اللي كيتلا والو اخويا، داكشي بيريم قديم وما عرفت. الحمد لله كان امتحان في المتناول ديالنا، درنا اللي علينا وتبقى كمال على الله عز وجل. حاولنا الحمد لله اننا نداركوا الموقف رغم بعض الصعوبات في الاسئله. كنا هذا الشيء تناولناه في الدوره الاولى، راجعنا درنا اللي علينا سهرنا وكمال على الله، والاسونسيال عندنا ان الريزلت تكون هي نفرحوا والدينا والعائلات اللي كيتسناونا والاقارب سواء اللي ساندونا ماديا او اللي ساندونا معنويا، وان شاء الله كمال على الله كمال على الله وبالتوفيق للجميع.